مساء الخير عليكم يا رب جميعا تكونوا بخير. النهارده في مطبخنا مطبخ اما هندخل نعمل البط، بس النهارده البط لما هندخل نعمله مع بعض هنعمله بطريقه مختلفه شويه. هنعمله زي ما وعدتكم على الطريقه الدمياطي اللي هو البط بالمرتة. البط بالمرتة اتطلب مني كتير جدا. طبعا تعبير مرتة بعض الناس هيتساءل ايه هو ده، اللي هو البط المحشي بصل ومعمول على الطريقه الدمياطي زي ما وعدتكم قبل كده. ان احنا الفتره اللي جايه دي ان شاء الله هنعمل وصفات قديمه، وصفات امي، وهنرجع لمقاديرها هي مش مقادير. يعني مقادير دي مظبوطه جدا زي ما قلت لكم، متجربه من اكتر من 30 سنه. وهندخل دلوقتي مع بعض المطبخ وهتشوفي وصفه البط قد ايه سهله، قد ايه مش صعبه، ما بتاخدش منك وقت طويل زي ما بعض الناس متصور. هندخل مع بعض المطبخ وهنعمل وصفتنا للنهارده. يلا بينا مع بعض نعمل البط بالمرتة. وقبل ما امشي ما تنسينيش بالشير وبالسبسكرايب وباللايك، ويلا بينا نعمل البط في مطبخنا مطبخ اما. الوصفة بتاعتنا هتبتدي من هنا. انا عندي بطة زي ما انتو شايفين هي متوسطة. انا نقعت البطة اللي عندي دي في شوية من المية وشوية من الخل علشان اتأكد ان من جوة قلبها انها نظيفة جدا. فهغسل البطة واسيبها تصفي ميتها لغاية ما ابتدي ابشر البصل ده قصاد حضرتك، وهقول لحضرتك الشكل اللي انا عايزة عليه البصل ده يكون ازاي. ده اللي انا قصدي عليه حضرتك، ان البصل بيطلع متقطع لكن مش معجن وفاصل ميه عن البصل، يعني مبشره تكون كويسه شويه. فانا هنا هبشر اهو البصل، بصلتين. انا كده خلاص بشرت البصل اللي انا محتاجاه له، اللي انا هستخدمه في وصفتي للنهارده. انا هحط معلقه الشاي، انا اجيب معلقه الشاي هحط منها حوالي 3 ارباع معلقه فلفل اسود. لو مش بتحبي الفلفل الاسود كتير حضرتك تقدري تقلليه على قد ما تقدري. هحط عليه ملح حسب الرغبه، حسب الحوض بتاع اللي حضرتك بتفضليه. انا هحط بحوضي انا حوالي 3 ارباع معلقه برده صغيره، يعني انا بحط حسب نظري انا عشان عارفه بيحدق ازاي. وهاخد معلقه ممسوحه من الكمون، معلقه شاي ممسوحه من الكمون. انا مش عايزه كمون كتير قوي علشان ما يضغاش. الكمون يا جماعه من البهارات اللي طعمها بيطغى على طعم اي حاجه تانية، فانا مش عايزاه يطغى على طعم البصل، فبحط معلقه شاي ممسوحه من الكمون. بحط على الحاجات دي كلها معلقه من السمنه او الزبده لو موجوده عند جوه البيت. انا عندي سمن بلدي فحط معلقه من السمن البلدي، وهقلب كل الحاجات دي مع بعض. الناس اللي بتفضلش سمن في الاكل تقدري حضرتك تستغني عن معلقه السمنه دي بانك تستخدمي اي زيت زيتون او زيت طبيخ موجود عند جوه البيت. بقلب كل الحاجات دي مع بعض. باخد البطه اللي احنا كنا غسلناها ويعني وشطفناها وسبناها تنزل ميه على جنب، وببتدي حالا احشي قلب البطه دي بالبصل اللي احنا تبلناه وحطيناه. انا كده خلاص حشيت البطه بتاعتي اهي زي ما انتم شايفين، يعني كلها اتملت اهي، ما عادش في اي حاجه عندي في الطبق يعني خلاص. وببتدي اقفل حالا. انا خلاص البطة بتاعتي اتقفلت عشان اضمن ان مفيش حاجة هتقع من فوق من عند الرقبة. فباخد الجزء بتاع الرقبة ده بقلبها كده، وبرضو بستخدم خلة صغيرة علشان لما تغلي في المية ما تخربش البصل من ناحية الرقبة. فباجي هنا عند الرقبة اهي، وبقفل برضو عليها بالشكل اللي حضرتك شايفاني بعمله ده. موضوع سهل جدا وبسيط جدا، لكن الطعم فظيع، يعني مش هقدر اقول لحضرتك قد ايه الطعم حلو غير لما تجربي. كده خلاص البطه اتقفلت من فوق، نفس الحال من تحت.
ما فيش حاجة مفتوحة. دلوقتي حالا هنروح الناحية التانية من المطبخ وحوري حضرتك هنعمل ايه. انا جبت حلة غويطة مليتها لغاية نصها مية، للأسف انا ورق اللورة عندي متكسر، فهحط ادي واحدة اهي وهحط معاها حتة صغيرة، وهنحط معاها فصين من الحبهان، فصين من الحبهان. هغطي الحلة بتاعتي دي دلوقتي وهسيبها لغاية ما المية تغلي، وهنرجع لها بعد شوية. انا هنا اهو المية غليت زي ما حضرتك شايفة، وباخد البطة بتاعتي انزل بيها في المية السخنة. زي ما شرحت لكم قبل كده انا كنت حاطه نص كميه نص الحله دي ميه، ودلوقتي بعد ما البطه اتحطت زي ما حضرتك شايفه في مساحه لسه فاضيه اهي، فانا هسيبها علشان ده اللي هتغلي فيه البطه. هغطي على البطه بتاعتي دي واسيب النار عاليه عليها لغايه ما تبتدي تاخد كام غلوه، وبعدين هقول لحضرتك الخطوه اللي بعد كده هنعمل ايه. كده زي ما حضرتك شايفة بتبتدي تغلي المية بتاعت البط، يعني كده البط اهو يعني درجة وصلوا لدرجة الغليان. انا اول ما بلاقي درجة الحرارة دي بنزل بالحرارة بتاعت البوتاجاز، يعني هو دلوقتي على 3/4 انا هنزل بيه للنص وبوطي عليه للنص، وبسيب البطه دي بتاعتي تستوي على النار. يا جماعه وانتوا بتطبخوا اي دواجن او اي لحوم اول ما تدخل في درجه الغليان اللي هي زي دي بوطي البوتاجاز وبسيبها على النار علشان تتسوى. انا لما باجي اسوي اي نوع من انواع اللحوم عندي انا لا بحط ملح من البدايه ولا بحط فلفل ولا بحط اي حاجه، بتبقى بس الميه. لو تفتكروا الملح بتاعنا كان جوه الحشو بتاع البط، لكن بره ما كانش فيه اي ملح خالص. انا هسيبها كده على النار لمده 3/4 ساعه تستوي على مهلها، وهاجي بعد 3/4 ساعه اقلبها على الناحيه الثانيه. زي ما انتم شايفين اهو هو يعني الشوربه شكلها اهو يعني فيها حراره لكن مش واصله لدرجه الغليان. انا هقلبها على الناحيه الثانيه، اتقلبت معايا بمنتهى السهوله عشان الحله بتاعتنا واسعه، وهسيبها برده لمده ساعه كمان على النار. انا بسويها على مهلي ما ببقاش خالص مستعجله في سواها، وبسيبها على درجه حراره زي ما قلت لك متوسطه. زي ما انتم شايفين خلاص انا خدت مني ساعه ونص ما خدتش اكتر. اكتر حاجه بتميز ان البطه استوت لما تشوفوا ان الجناحات زي ما انتم شايفينها اهي طلع من اللحم، طلعت من الجناح، فده دليل خلاص ان البطه بتاعتي استوت. انا حالا دلوقتي هروح احمرها وحضرتك هتشوفي شكل تحميرها ايه وهتشوفي منظرها. انا في الحقيقه مش بحطها بالعظم على السفره، انا بحاول اقطعها واخليها علشان يكون سهل لكل الناس اللي موجودين في البيت يمدوا ايديهم وياكلوا من الطبق. ده شكل البطه بتاعتنا بعد ما اتحمرت واتقطعت واتحطت جوه الطبق. عاده لما بتتقدم الوجبه دي في مكانها اللي هو محافظه دمياط بيكون الرز ده البصل ده موجود فوق الرز او على جنب والناس بتاخد منه. الحقيقه انا حابه ان انا اصور اللي انا عملته لان انا من البطه الصغيره دي عملت صينيه جلاش بنص لفه جلاش، عملت صينيه باللحمه المفرومه وسقيتها بكبشتين من الشوربه، عملت محشي الكرنب وسقيته بشويه من شوربه البط بس كبشتين، ونفس الشيء عملته مع الملوخيه. وزي ما شرحت لكم يا جماعه انا لما بخلص البطه باخد الاجنحه وباخد الرقبه، باخد اي لحمه ابتدت تتهرى كده شويه من السوى وبضيفها على الشوربه، وبحصل منها على طبق الرز اللي انتم شايفينه قدامكم.